اذا غنقولوا للمشاهدين صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك وكنتمنوا انكم تكونوا بألف خير وصحه وعافيه وجمعه مباركه. للاسف الشديد فضيحه ديال المسؤولين هنا بهذه المنطقه وكارثه بيئيه. هاد الحاله ديما تنعيشوا حنا يوميا، هاد الحاله ديما تنعيشوا في هاد الزبل وفي هاد الخنز هذا كلشي. السبيطار هذا مركز ديال التلقيح، مركز ديال التلقيح، وبالنسبه حتى للساكنه حتى هي. شكون دابا شكون المسؤول؟ حتى واحد من ماده ديال الخدمه ديالو، حتى واحد ما داير خدمته، حتى واحد من ماده ديال خدمته. لا المواطنين لا المسؤولين، كلشي بحال بحال، ولكن غنحملوا المسؤوليه اكثر المسؤولين حيت المواطن المسؤولين. عرفتي علاش اختي؟ لان المواطن كل لقى فين يلوح أيوة على دارو ولقى واحد الحاويه ديال الازبل. أيوة خاصها تحول هاد الحاويه ديال الازبل بعد اصلا خاصها تحول بنعناي، لا حول ولا قوه. تدار شي بلاصه اللي هي تكون بعيده على السكان وبعيده على السبيطار وبعيده. دابا الناس شو مساكن، شو الناس مكرفسين وفي الليل تيكونوا الكلاب ضاله، ولا حول ولا قوه. هذاك الشيء اللي كاين اختي، هذاك الشيء اللي كاين. عارفه امتى غتبدا الحمله الانتخابيه؟ نجي ديك الصراحه انا ما غنتاخوش وما مسوقاش ليها، ما عارفاش لا امتى، لا ما عارفاش وما مسوقاش، وانا حالفه ما عمري نتاخب. تبارك الله عليك. لا ما نتاخبش انا والله، ما عارفاش كاع امتى غيبداو يصوتوا، ما عارفاش وما مسوقاش وما باغاش تعرف، وما باغاش نعرف نجيك الصراحه، وما باغاش نعرف. لا ما نتاخبش. اشنو ما تيديروا والو؟ ما تيديروا والو. هادي هل ابسط الامور، انا مشيت للسبيطارات عباد الله مكبصه المرضى مليوحين، واللي شتي ما نصي ما تيتحركش منه. بارك الله عليك حبيبتي، الله يحفظك، صباحك مبروك، الله يبارك فيك، الله يسهل عليك، امين حبيبتي، الله يسهل عليك. اشنو قلتي لك كانوا غيحيدوا؟ الا كانوا غادي يحيدوا الزباله، الله ما حيدوا السبيطار وخلوا الزباله. ياك حيت الزباله مفضوحه يحيدوها هي الاولى، ما يخلوهاش تتجمع. ولا كان السبيطار داير به الصور وداير به هو اسمه، واخا ما كاين اللي شطم، ما كاين اللي زبر، ما كاين اللي يسقي، ما كاين اللي والو. هذا الشيء اللهم يديروا عليه الزباله كاع، كان خير. هذا الشيء راه بزاف واعر خايب. الوزاره اللي كاينين عندهم كل واحد والمناصب ديالو، ما دايرينش المراقبه الخدمه ديالهم. الوزير الصحه يطلع على السبيطارات، وزير التعليم يطلع على المدارس، وزير الشؤون العموميه يطلع على الشوانط فيهم الحفر باغيين يزرعوا فيه شجر. هادشي ماشي معقول، هادشي ماشي معقول، هادشي هذا هو الكلام المعقول. ودابا با بغيت نسولك، دابا هذا السبيطار لقاح فيروس كورونا، حنا تنعرفوا كورونا كتبغي النقا، نعم خاصها تكون معقم. إيه؟ عقموا يديكم، غطيو فمكم، واش هذا الشيء هذا؟ ادخلوا لداخل ودوروا عينك في السبيطار وشوف الحاله كي دايره، شوف الحاله كي دايره. هما علاش كيديروا السبيطار باغيين يصحوا فيه بنادم وهو عامر ميكروب، عامر ميكروب، والميكروب داير به. اللهم صل عليك يا رسول الله، عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، عليه الصلاه والسلام. الوزاره قلت لك ما دايرينش خدمتهم، ما دايرينش المراقبه لخدمتهم، يطلعوا على المدارس، يطلعوا على السبيطارات، يطلعوا على الشوارع. أيوة عرفت صويت امتى؟ كاين وشحال نهارش. ما كيقولوا الله علي وعلم، انا ما عرفتش، ما عرفتيش حتى النهار اللي يكون الانتخاب. عاد يبان لي انا شنو الانتخاب، راه كاين ولا ما كاين، عاد يبان لك البلان. ايوا هذا هو. تبارك الله عليك الشريف، الله يعاونك، الله عليك. مواطن صالح كيتبول على الحيط ديال السبيطار، وراجل بعقله ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش داك الشيء يا الشريف؟ كنتي تشوفي معنا واحد الحاله هنايا ما بين، دابا اش بان لك في هذا الراجل اللي كيتبول على الحائط ديال المستشفى؟ واش غايقول لي؟ الا ما قالش لي راسو ما كاينش اللي غايقول لي. هو هكاك مربيه، هكاك وكله هكاك. يا اختي تشوفي معنا الحاله اللي غادي نوريك دابا ما بين الموبل والموبل، واحد الخاويه كاين شي زبل. عينا ما نعيطوا للمكلفين المسؤولين والو، ما كاين حتى شي عاد كيجاوب. واخا حنا غنمشيو معاك نهضروا بعدا على هذا الزبل اللي كارثه حدا مركز التلقيح وحدا مستشفى. وهذاك راه كما قال لك السيد، الا كانوا غير اللهم يحيدوا السبيطار ويخليوا الزبل احسن لهم، عندهم موقله الفضل كيبان لي انا. وملي حدا السبيطار وكورونا والتلقيح ويلقحوا الدراري وكل شيء، ويلقحوا قال لك باغيين يلقحوا الدراري الصغار ودايرين هذا الزبل، راه حاله. المسؤولين ما دايرينش خدمتهم في هذه المنطقه. ما دايرينش خدمتهم 100%، هما كاع ما مسوقيش، ما كيسولوش في بنادم، ما كتشوفيش المرشح، ما تشوفيه حتى تبغي تبدا انتخابات، على باش تشوفي. عاد تشوفي شتي ولا مازال؟ تشوفي فينا هو، راه كاين، راه كيدير في
في الاشهارات. عارف امتى غدا الحمله الانتخابيه؟ قيل المهم غادي يكون انتخاب قيل في 8 شهر 9. انا ما عارف امتى عندهم الحق يبداو الحمله الانتخابيه؟ وراه كاينين جيت شي وحدين راه بادين بالسير. اش كيديروا؟ تبارك الله يدوروا يعطيوا العباد الله في الفلوس ويقولوا لهم دوروا معنا وخدامين. يفرقوا الوراق. كيفرقوا الوراق بالسر وكل شيء داك الشيء. لا المغرب هذاك الشيء معروف عليه هذا الشيء. كيدقوا على الديور كاع ويجمعوا في عباد الله ويسولوا فيهم ها انتم هذاك الشيء خدامين هما خدمت هانتوما هما هذيك واعرين هما في هذاك الشيء هذاك الشيء ديالهم هذاك الشيء هذاك خدمتهم كاينش اللي غيقد عليهم. انتوما هنا في هذا الحي ما تقدروش تحلوا تراجم على الريحه على الدبان على الشني ولا قلت لك كنعيطوا انا غادي نديك البلاصه وتشوفي كنعيطوا للمسؤولين كنعيطوا للناس اللي ولاد الدرب اللي خدامين في الجماعه اللي كيعرفوا منين يدخلوا منين يخرجوا كنعيطوا لهم. انتوما كيقول لك الكرو التراكس خاسره الكاميو خاسر قبل هذه الاقامه رئيس مصابل ديال هذه الشركه هاد الجرده تطوعت لله في سبيل الله ياك هاد الناس ما تيجيبوش لنا ها وحده هاد الناس ما عندهمش غير على البلاد بصفه نهائيه. المصلحه هي اللي كاينه. كيفاش انا غادي نخرج تيوم من تما باش نعتق هاد الشجره هذيك جابوها الجماعه لا حوا راه هي هذيك الشجره وطلبت تراكس في بلاصي هنا عند هاد العساس وزوجتي باش حد دار هذيك الشجره جاب ليها واحد ثلاثه البلاط ديال التراب ودرت الشجره وناضت بيدي الله راهي هيدا فوق سميتو الحمد لله. علاش هاد التراب تيبقى حتى حنا فين؟ حنا في 2021 الاطار هذا. انا غيور على هاد البلاد ما نكذبش عليك و60 سنه يعني في عمري عندي 4 ديال الاولاد كرهوا المغرب. المغرب زين وعلاش كرهوا المغرب؟ بالناس ديالو ما كاينش اللي كيسير شي حاجه ما كاينش نظام ما كاينش والو الحي كيصوبوه مالي مالي اشنو غادي يديروا هما جاو داروا لهم القدره ما خلاوش حتى شجره. كيف دايره هذه الكره الارضيه بلا شجر؟ ضروري خصنا مساحات خضراء. كيف دايره؟ اش قال محمد السادس الله ينصره ملك المغرب اشنو قال؟ حزام الاخضر. حزام الاخضر اشنو تيعني؟ فيه الفواكه فيه الخضر فيه التفاح في جميع المخلوقات اللي خلق ربي النباتات جميع الاعشاب الطبيه منين من النبات ويا راه شي حي لقيتي فيه الورود ولقيتي فيه النباتات اجي معايا اخويا اجي اجي اسعد جاوني الخدامه نمشي هذه حاله انا بغيت ما فيه. علاش الطبيعه ما تكونش هذه حاشا كانت والو كانت راه ويقول لك راه كانت زباله رجعتيها جرده هي رجعتها جرده وانا تطلب ومستعد يعطيوك الامكانيات وترجع ترجع الدنيا انا يعطوني عملات بالمسيك سيدي عثمان وندير التزامات الردوار تجنه شنو خاصك؟ خاصني الماء خاصني اللي تسير معايا النظام اللي وقف معاه اللي وقف ماشي اللي وقف معاه باش نشوفوا لك مع المجلس ديال نشوفوا مع الجماعه سيدي نام كنهضر معاهم مشيت لعندو لدار الشباب اسيد الحاج الله يجزيك بخير عطينا علمه هذه قرياج هذه كدير 500 درهم شراها من عنده هو طلبت الحاج جابها من هنا ما عرفتش شي 15 شبكه كدير 500 درهم الوحده هذه ديال الضاله كدير فوق الوردي فيها 500 على ثلاثه شديتها قطعتها بلمون وطوعت باش صوبت هذا الشيء تبارك الله وباش حرست هذا الشيء تبارك الله وكون كان الماء غادي يكون العجب غيجيو الناس يتصوروا ويبركوا وجعلنا من الماء كل شيء حي ياك اختي خصنا نخدموا البلاد ما نبقاوش نهضروا الهضره الخاويه بغينا منك بزاف فاهم البلاد المغرب ما كاينش بحالو انا نفضلو على العالم المغرب عنده ثروات ديالو عنده اراضي ديالو عنده املاكات ديالو عنده الطبيعه المناخ ديال المغرب تمشي لاكادير تنسى ما كاينش في العالم تمشي لبني ملاه تنسى تمشي لمراكش تمشي للمغرب انا مشيت لبوفكران مشيت لازرول الحاجب ميدلت مكناس سبع عيون جلت مزيان كنت كندير هادشي ديال الفواكه وكان عزيز عليا المغرب باش نتسارى المغرب وملي عرفت المغرب لا حول ولا قوة بالله لا حول ولا قوة ولا حول تبارك الله عليك وبغينا منك بزاف وهذا السيد مستعد انه يخدم لا منطقة مولاي رشيد لا منطقة سيدي عثمان لا منطقة بن مسيك عاونوه مدوا ليه هذه المساعدة راه ما باغي منكم والو ما باغي والو علاش هذا السيد بحال هذا دار لهم خلصة ما بغيت والو وبغيت والو ما بغيت دابا انا نعطيك انا ما بغيت والو وبغيت اللي يجيب لي الماء ويوقفوا ملي نقول الكلمة ديالي تكون مسموعة اشنا هي مسموعة يجيبوا لي باش نعتق النبات نعتق الجرة باش ما يموتش باش ما يموتش على هاد راه روح حتى هو على هذيك الشجره ملي جاو هاد الناس اللي تيقطعوا الشجر هذيك الشجره راه هي شتيها الاولى كاينه مديره لا راه هي اللي كتبان الكبيره الكبيره بغاو يقطعوها ما كنت خارج ملي جيت لقيتهم تيقطعوا قلت حرام في الدين تقطعوا هذيك الشجره وهذا هي تقطع هذا انت غادي يوصل بحال هذيك انت لاش غتقطعوا هاد الشجر لاش علاش
هاد الدراري فين غيلعبوا؟ هادي مدرسة، هادي مدرسة، هذا سبيطار، واش هذا سبيطار اختي؟ راه عيب مدرسة على الأقل تكون مصبوغة مزيان، تكون فيها جداريات. ما عطيناش ما نبقاوش نكذبوا، راك مغربية ها؟ احنا مغاربة. لا ولكن احنا راه مغرب اليوم، راه مغرب جديد، مغرب نفس جديد، نفس جديد، مغرب الحمد لله ولا قوي بعلاقاته بالدبلوماسية ديالو بزاف ديال الحوايج. نعم حنا بغينا نشوفوا المغرب ديالنا زوين، بغينا نشوفوا. انا كيضرني خاطري ملي كندوز من اي حي ونلقى بحال هاد الزباله حدا سبيطار، ضرني خاطري حيت انا مواطنه مغربيه ولو انني ما تنسكنش هنا. ونقسم لك بالله الا حطوا الزبل تتعرم هاد البلاصه، تحرقات وتحرقوا العواد وعاود بدلتهم. هذا هو تشوفي بحر والصالح للدوله ولا خاسرين للدوله؟ صالحين للدوله طبيعه الحال، مقاول مخدم واحد العدد ديال الناس شي حاجه مدار. تشوفي شي حاجه انا اللي مقابل داكشي التقليد ديال البشريه. فين غيسكنوا هاد الناس؟ فين غيسكنوا هاد الناس؟ بيني وبينك السكن كاين، حنا من طنجل القويره، حنا كنا مغاربه وخاصنا النظام. وفين غتسكن هاد السيده اللي غتحل البالكون وغتلقى الزبل؟ هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. عوض من حل عينيه ولقى واحد الوريضه حمراء ولقى خضراء ولقى. اسمع انا والديا فلاح، انا من الشاويه ولاد سي بن داود، انا فلاحه. نعم تنديروا الحولي. اجي نسولك، بغيت نسولك، عارف امتى غيبداو الحمله الانتخابيه؟ لا واقيلا 8 9. لا الحمله، الحمله امتى غتبدا عارف؟ ما كندخلش في داكشي. عارف امتى غيصوتوا؟ ما عارفش انا داكشي ما تليتش انا ما تليتش. الناس كيخدموا؟ لا ما كاينش خدمه. كاينش خدمه؟ كاينش خدمه. يكذب عليك شي واحد يجي باغي يقول لك باغي نصايب لكم نخدم عليكم. ما كاينش. شوف ما كاينش. اجي حبيبتي اجي. عرفتي شكون اللي خدام؟ عرفتي شكون اللي خدام؟ محمد السادس. الله ينصره ويخليه لينا. الله يخليه لينا. اقسم بالله كيشد المشاريع وكيجيب المشاريع وكيجيب استثمار وهادو كيديروا العصب الرويضه. ولادنا ضايعين. جاب لنا اللقاح، جاب لنا اي حاجه. الله ينصره ويطول عمره. الله ينصره ويطول عمره. الله يزيد في عمره. من النهار اللي خلقنا والدينا وجدودنا والناس اللي سبقونا ملكيه تبقى ملكيه. خذي اليقين الى ان يرث الله الارض ومن عليها والحمد لله والشكر لله. بلادنا الزينه وبلاد الخير. السلام عليكم. ولا لا كورونا عامين اختي عامين. هاد المغرب شنو خصو؟ فين عمرك شتي قبل كورونا الرمو كيدور في الدروبه بالدلاع؟ فين عمرك شتي الطوموبيلات دايرين الكلاكسونات والباق هاي؟ ما عمري شتمت وليت تنشوف زناقي الكراس. الخير 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 دافق علينا. الحمد لله الحمد لله ونشكر. ما عمرنا تخصينا. اللي خدام واكل والمغاربه فيهم تعيش. اللي ما عندش هذا كيعاون هذا واللي ما عندش هذا. ولكن حنا ما نبقاوش نكذبوا، خاصنا نخدموا البلاد. بغينا بحال هاد المواطنين اللي كيجيبوا طارود ديال الزبل وكيلوحوا. بعض الناس كيلوحوا في الحاويه. بغينا بحال هادو هنا كيجيبوا العند كيحطوه. اجي حبيبتي اجي انا باغا ناخذ الراي ديال العيالات حيت العيالات كيعرفوا فين بدل النقا وبتماره. صباح الخير. صباح الخير. اش هاد الحاله هادي؟ حدا سبيطار ومركز التلقيح. حنا عايشين في العداء وحق الله العظيم. الى واحد الكدية بعدا يلاه كيحيدوها ديال التراب بحال هذيك. يلاه حيدتها هي عاود عاوتاني رجعات. فين هاد النباتات؟ فين غادي غادي تنوض؟ اليوم جابت ما كاينش فين والو. هاد الدراري هادو غادي يخرجوا من المدرسه. هاد الدراري غادي يخرجوا من المدرسه وغادي يلقاو الدنيا خضراء. ما كاينش. انت كيف هاي الزباله كاينه هنايا ما بغاوش كاع يخدموا ما بغاوش. حادقين في انتخابات كيجمعوا الاصوات باقي حقا نعطيكم 100 درهم باش تصوتوا علينا باش عندكم قالوا لكم بداو 100 درهم 100 درهم باش تشريو باش يشريو الاصوات ديالكم. كنا كنسمعوا 200 دابا ولا 300. 100 درهم يعملوا العقود تاع الشيء اللي كيقولوا لي الخدمه اختي ما كايناش. ودابا هذا اللي غادي يبيع صوته ب 100 درهم ما مواطنش ما مغربيش اللي يبيع الصوت ديالو ما خيانه. يبيع صوته يقد يبيع بلاده. هذا اللي يبيع الصوت ديالو 100 درهم. اسمحي لي هذا اللي يبيع الصوت ديالو 100 درهم ما تشحال. انا كنحسبو خاين لاي واحد نكون انا ونطمع في انسان باش يعطيني 100 درهم ولا 200 درهم ونخرجوا على البلاد. لا ودابا هذا اللي غيعطيك باش تصوت عليه شنو غتنتظر منه؟ غادي ينهب كل شيء باقي يدي كل شيء. غادي يرجع ديك 100 درهم بالضبط. لا بالتريب بالتريب. وهذه رساله راه اي واحد كيجي يعرض عليكم الفلوس باش تصوتوا عليه هذاك حاولوا انكم تبلغوا عليه. هذاك خاصكم تبلغوا عليه لان هذاك كتسمى رشوه. انت هما كيساهموا في هادشي كيبغيو هادشي. حنا كيساهموا كيساهموا ما حنا هادشي كامل من المواطن ماشي من المواطن ماشي من الناس المسؤولين. المواطن اللي تيديروا هاد العراقيل وهاد المشاكل هما اللي تيبيعوا راسهم 100 درهم. لا اله الا الله. راه النار المواطن حنا ما تنهضروش على الناس المسؤولين. المواطنين هما اللي تيبيعوا راسهم رخاص 100 درهم. اذا هاد المواطن اللي كيبيع راسه 100 درهم غدا لا جا واحد عطاه 20 مليون ولا 30 مليون اي مشكل يديروا لنا في البلاد اي حاجه اي حاجه. انت طامعك باغي تشد 100 درهم بعد الذمه ديالو ب 100 درهم. هذاك كنسميه خاين البلاد. هذاك خاين البلاد. السلام عليكم. اجي قرب معنا تنتشارك معنا. سلام انا نقرب عندك. ها لا بلا صوت غير بشويه. قول لنا شي رساله لهاد المسؤولين اللي مخلينا هاد الحاله هنا حداك. هاد المسؤولين اللي انتخبوا عليهم الناس
خصهم الحبس. علاش؟ تيشدوا الفلوس على الاظهار الشعب الصحيحه، تيخلوا تيزيدوا عصابات ديال الاجرامات هنايا. علاش هذا الشيء عندنا باش يتنسق به الانسان الطفوله ديالو؟ يجب ان يبرك ويستثمر ويشوف كل شيء نقي وتمتعنا دار سبيطار. الجبال المتراكمه في اي مكان. فقصال فقصال فقصال. ايش مريض طردق لي؟ فقصال والله الا فقصال. هي هاد المرات اللي انا راه عندي عمري 60 عام. واش نقول لك 67 سنة. تبارك الله. 67 سنة. تبارك الله. كيفاش انا نبغي نخرج نوقف نشوف ولا هاد؟ نخرج انا نزيد مرض. عندك با ما كاينش حتى شي متنفس ما كاينش. مكينش. لا لا الله محمد الدراري محرومين تيران ديرينو سادينو تيران مسدود تاهو هذاك خصنا نشوفو تيران مسدود تيران مسدود فضاءات كاينين فلوس تلعب ولدك حل الكرياج خلص هذه مدرسة مديرين فيها بالراكة شوف المغرب خاصو النظام الناس المسؤولين خاصهم يردوا البال يتحملوا المسؤولية ديالهم ويتحملوا المشاكل ديالهم ديال الدولة ان هذا المواطن راه ولد المغرب وراه خاصو يعيش في المغرب وخاصو يخدم في المغرب ما نبقاوش نفكروا دول اوروبيه حنا احسن من اوروبا راه هي طامعه غادي تجي باغا تخدم عندنا وعلاش ما نخدموش حنا تجي لي ديك فرنسيه ولا تجي واحد يسيرنا حنا علاش ما نسيروش روسنا حنا علاش ما نخدموش واش ما علاش لي ما نخدموش البلديه تمر ما خدام فينا ما بالك شي واحد دابا كيدور شي دول منقض البلاصه علاش العام اللي جا حنا هما حنا الشوارع ديما محفره حق درنا كونفونسيون مع الشركه حق هاد الشركه هاد الفلوس فين تتمشي انا يعطوني كاميوات عملت بالمسيك سيدي عثمان حي مولاي رشيد يخلصوا هما الخدامه يدير واحد مسؤول يخلص الخدامه ديالو الا ما بغاوش داك اوروبا نديرها لهم هنا باذن الله يكون عندي علم صافي ما يعطوني والو انا العلم باذن الله حنا عندنا الفائض في الماء الناس يخدموا انا عندي شعبيه عندي الناس اللي غادي يخدم يعني تقول له احفر هاد الارض احفر هاد الارض احفرها صافي مولعين بالطبيعه ومولعين بالفلاحه خصهم غير ما يتحركوا ضايعين ما كاينش اللي يرد لهم البال فهمين اختي ما كاينش اللي يرد لهم البال ربينا علمنا قرينا كبرنا ولكن من اللي يجي الدري يلحق لواحد البلاصه تيقول لك الخدمه يخدموه ها هو خارج ها هو داخل عندي جوج اولاد والله العظيم الا ضايعين حنا ضايعين حنا ولاد 42 عام انا راه مريح انا انت كتشوف لا خدمه لا دمار راه حي وماتشي باغي نتزوج وباغي ندير ولادنا حنا بحالنا والو اختي محرومين حنا خارجين درهم ما عندنا حتى شي دم